كتابي العزيز من بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي زدني علما. صدق الله. تجربتي في تحدي القراءة العربي كانت حافلة بالمغامرات والتحدي وروح التنافس، فكان لدينا الشغف والحماس الكبير لنخوض هذه التجربة، التجربة العميقة المليئة بالأفكار والمغامرات. شاركت في هذه المسابقة لأنني أعرف أن الكتابة هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يغريك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق. الكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك، وشحظ طباعك، وبسط لسانك، وجود بنانك، وفخم ألفاظك، وبحبح نفسك، وعمر صدرك، ومنحك تعظيم العوام وصداقة الملوك. تجربة رائعة أغنتني وأغنت ثقافتي. كل مشارك في هذه المسابقة هو فائز، كل من قرأ 50 كتاب هو فائز. هي مشاركتي الثانية، فالمشاركة الأولى أضافت لشخصيتي قوة البيان وفصاحة اللسان وبلاغة المقال ورجاحة العقل واللسان اللافظ والقلب الحافظ، إضافة إلى أنها أكسبتني منتجاً ثقافياً نقلني من حضيض نفسي إلى أوج عقلي. سأوجه رسالة لأصدقائي الذين لم يحالفهم الحظ في هذا الموسم، لخاسر بيننا اليوم، فمن لم يحالفهم الحظ هذا الموسم يعاود الكرة في المواسم القادمة، فالقارئ لا يخسر لأن القراءة تعيد ترتيب العقل وتحييه. كان لهذه المسابقة أثر عميق في شخصيتي، لقد عززت قيما إيجابية كنت أحملها وقومت أخرى سالبة، علمتني كيف أكون وفيا لطموحي وكيف أناضل لأجله. نحن الرشيد رشيد العلم والعلم، نجل الأمين ولا حبرا على الورق، نحن السلام سلام الطب والأدب، طب وطيب بفكر خالد عريقي.